يا برنس الاهلي، الاهلي مش هيلاقي لعيبه يلعب بقى قصاد الزمالك وربنا يا جماعه، وربنا مش لاقيين لعيبه، اللعيبه كلها خلاص بتخيش، اللعيبه كلها خلاص داخله في شبه اصابه. كابتن شوبير فجر مفاجاه، مفاجاه حرفيا، ان في اتنين من لعيبه النادي الاهلي مش جاهزين بنسبه 100%، مش جاهزين بنسبه 100%. يا نهار اسود، طب هنعمل ايه يا جماعه؟ ما انا قلت من امبارح مش النهارده اللي احنا نلعب الماتش بدري بدري عشان الاصابات. وبرضه هنتكلم يا برنس على راعي نادي الزمالك الجديد، والراعي ده تقيل، والراعي ده عشان تبقى فاهم يعني راعي تقيل، وهيبقى راعي نادي الزمالك بكره في ماتش النهائي. بص بقى فيديو النهارده كده جامد جدا، ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس، تنزل كده بعد اذنك تعمل اللايك بتاعك كده وتظبط الدنيا. ولو انت مش متابعنا تابعنا يا برنس، هتخسر ايه؟ ما انت مش بايع على حاجه، تابعنا يا برنس. ماشي، بص بقى كابتن شوبير قال لك ايه؟ قال لك بيرسي تاو وكهربا الاتنين مش جاهزين بنسبة 100% ان هما يلعبوا ماتش النهائي. يا نهار اسود، يعني كده خلاص بأمر واقع موديست في الهجوم. يا ويلك يا حسام عبد المجيد، انت والمسلوسي من الموديست، يا ويلك انتوا الاتنين من الموديست. انا بحذركم منه، راجل كبير وخبرة وما بيفهمش، عشان تبقى فاهم. ولكن يا برنس انا مش فاهم قصه الاصابات بقى، ما انا يا جماعه دي انا مش فاهمها. هو احنا مفيش غيرنا في افريقيا وفي الدول العربيه اللي عندنا اصابات؟ هو مفيش غيرنا اللي احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا بتتصاب؟ هو مفيش غيرنا؟ انا مش فاهم. الاول كان الدكتور اللي قبل ده انا مش فاكر اسمه الصراحه، كان ساعتها قال لك ايه؟ طب نغير الدكتور. غيرنا الدكتور وهي هي مشكله الاصابات مستمره، ومشكلة الإصابات. أنا يعني مش عارف قصة الإصابات في الأهلي يا جماعة، بنروح نجيب لعيبة منين ومنين؟ سبحان الله تلاقي اللعيبة دي بره شغالة، بيجوا عندنا يتصابوا، بيجي عندنا مش شغالين، بيجي عندنا يا دوبك يلعب 10 دقايق هوبا يتصاب، يقعد له 3 4 شهور. الواد كريستو كان مكسر الدنيا في تونس وكان من أفضل المواهب في تونس، جه عندنا الواد كرش، الواد خلاص من أكل الفول والطعمية بقى نسي الكورة. في إيه بجد؟ في ايه فيك؟ في ايه الاهلي؟ في ايه لي؟ في حاجه غلط يا جماعه، انت نعمل ايه طيب؟ الصفقات الجديده بتتصاب، مش عارف ايه يعني. موديس انا فاكر موديس اول لما جيت صاب، وسام ابو علي نفس القصه، رضا سليم لما وقع. في ايه؟ مفيش غيرنا في قصه الاصابات. فباذن الله يعني يكونوا جاهزين يا عم، يكونوا جاهزين. ما هنعمل ايه طيب يا جماعه؟ هنعمل ايه؟ قولوا لي. تمام. اما راعي نادي الزمالك الجديد، انت قريت العنوان هو اسمه السيتي بقى راعي نادي الزمالك الجديد. بص يا باشا، ده نادي اسمه سيتي كلوب، كلنا طبعا عارفينه، نادي اساسا عامل كميه فروع في مصر، الله اكبر، اللهم لا حسن. هو نادي تبع بتالي راجل عمال، مش عارف هو تبع ايه، بس هو نادي معروف له تقيل يعني. ده هيبقى راعي نادي الزمالك بكره، واللي قدر يجيب الراعي ده ناس شغاله، اللي قدر يجيب الراعي يعني. كلنا شفنا المنظر اللي حصل في المؤتمر الصحفي، ما بين مؤتمر صحفي كولر وما بين مؤتمر صحفي بتاع جوميز، وشفنا الرعاه اللي عند النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك، ما كانش فيه ولا راعي. وده يقول لك مش مشكله الاداره دي، وده يقول لك مش مشكله الاداره دي اللي فاتت. ما الحاجات دي يا جماعه ما بتتصلحش في يوم وليله يعني. انت الرعاه تثق فيك والناس تبقى الراعي بتاعك مش في يوم وليله كده ولا في شهور، الحاجه دي تبقى في سنين. الاهلي اللي وصل له ده مش في يوم وليله، الاهلي اللي وصل له ده سنين عشان يبقى عندك كميه الرعاه على النادي ده، واي واحد بيتمنى يبقى راعي النادي الاهلي. فنادي الزمالك ماشي على نفس التراك، ان هو يبقى راعي، يبقى ان هو يبقى في استقرار، ان هو يحاول ينافس على كل البطولات، ان هو يحاول يكسب بطولات. فانت كل دوت بترجع نادي الزمالك من تاني لسكه البطولات وسكه الانجازات وسكه كل ده، عشان كده الرعاه يبدا يجولك ويبقى راعي نادي الزمالك، كل الكلام ده يبقى جميل. تمام. فالسيتي كلوب يا برنس هيبقى راعي نادي الزمالك في ماتش بكره، وانا مش عارف هيبقى راعي نادي الزمالك بقيه الموسم ولا، ولكن هو الرسمي اكيد هيبقى راعي نادي الزمالك بكره في ماتش النهائي، هيبقى على التيشيرت ودافعين مبلغ، ودي حاجه كويسه. ولو تفتكر معايا الاهلي كان بيعملها في كاس العالم للانديه، كان على طول بيروح يجيب راعي، يبقى ايه؟ يبقى راعي النادي الاهلي في كاس العالم للانديه.
عشان طبعا معظم الرعاة على التيشيرتات على تيشيرت النادي الاهلي كلهم في الدوري، ولكن في منهم في افريقيا، في منهم مش في كاس العالم، فحسب العود وبند العود. فنادي الزمالك قدر ان هو يجيب راعي جديد ان هو يكون راعي نادي الزمالك في الماتش ده ويكسب فلوس يا باشا، ويكسب فلوس من ناحيتين، من الراعي ومن البطوله، سواء كسب او خسر هيكسب كده كده فلوس. فدي حاجه كويسه جدا جدا. سلام يا برنس.